أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بداية حلم. عندنا النهاردة فقرات كتيرة متنوعة، هنتكلم على مشكلة الواتساب اللي تصدرت مواقع السوشيال ميديا، بالإضافة إلى التعرف على بنود مبادرة تحسين العلاقة العمالية بالمملكة العربية السعودية أو المعروفة إعلاميا بإلغاء نظام الكفالة. كل ده هنعرفه في تقرير النهاردة، تابعونا وخليكم معنا. شركة واتساب نزلت تقرير على المنصة الخاصة بها وقالت ان في 8 فبراير القادم هيتم عمل تحديثات على تطبيق واتساب، واللي بتسمح للشركة بتداول المعلومات والبيانات وجهات الاتصال على منصة الفيسبوك. وقالت ان السبب ان السيرفرات او البنية التحتية الخاصة بتطبيق واتساب لم تعد تتحمل هذا الكم الهائل من البيانات. الموضوع ده طبعا سبب حالة من القلق الكبير عند مستخدمي تطبيق واتساب، وده لان الناس متعودة انها تتبادل الصور والملفات والخصوصيات على هذا التطبيق، وده طبعا هيمكن شركة فيسبوك انها تعمل اكسس على البيانات بتاعتك او امكانية الوصول للبيانات بتاعتك، سواء صور، ملفات، جهات اتصال، اي محتوى تشاركه من خلال واتساب هيكون متاح لشركة فيسبوك. طيب ايه السبب الرئيسي اللي خلت شركة واتساب تعمل كده وربما انها تخسر ناس كتير جدا من المستخدمين بعد ما قدمت الخدمة دي لسنوات طويلة بدون مقابل؟ السبب الرئيسي ان شركة واتساب عندها علاقات تجارية كبيرة جدا، ومن خلال التطبيق عايزة تبيع بيانات المستخدمين للمعلنين، بمعنى ان انت لو بتتكلم مع واحد صاحبك على نوع سيارة معين، النوع ده يجي لك في الاعلانات وانت شغال على الفيسبوك. طبعا نظريا شركة واتساب بتقول ان التطبيق بيستخدم تقنية اسمها end to end encryption، ودي معناها ان في عملية تشفير معينة بتتم بين المحادثات ونقل البيانات عن طريق الواتساب، لكن من ناحية العملية الكلام ده مش مظبوط تماما. تطبيق الواتساب بيحتفظ بجميع المحتوى المتداول ويتم الاحتفاظ به في سيرفرات خاصة بشركة واتساب ويتم بيعه للشركات المعلنة. طيب بما ان شركة واتساب عملت معنا كده، هل احنا هنتوقف عن التواصل الاجتماعي ولا هيكون في بدائل تانية لهذا التطبيق؟ الحقيقة ان في تطبيقين مهمين جدا الخبراء بينصحوا بيهم، وهو تطبيق سيجنال والتليجرام. تطبيق سيجنال ميزته ان هو مفتوح المصدر، يعني الخبراء اطلعوا على الكود الخاص بهذا البرنامج وقالوا ان هو مفيش فيه احتفاظ باي بيانات خاصة بالمستخدمين، بالاضافة ان في ناس خبراء كبار جدا في امن المعلومات بتستخدم هذا التطبيق، وإيلون ماسك نفسه اغنى رجل في العالم وصاحب اكبر الشركات نصح المستخدمين بالانتقال الى تطبيق سيجنال. ميزة سيجنال ان هو عندك محتوى معين بتنقله للشخص، التطبيق ما بيحتفظش بيه المحتوى ده، بيكون خاص بينك وبين الشخص فقط. ممكن ان انت تعمل خاصية الغاء حفظ الشاشة او اللي هي السكرين شوت عن طريق الاعدادات، ممكن ان انت تخفي الوجه الخاص بالشخص اللي انت بتبعته للشخص التاني، وممكن تعمل خاصية ان الشخص التاني يشوف الصورة لمرة واحدة. طبعا كل دي مزايا ما كانتش موجودة في تطبيق الواتساب ومش هتكون موجودة في المستقبل، بالعكس الواتساب انتهك خصوصيات الناس، وللأسف الشديد مفيش قانون في العالم كله بينظم فكرة منصات التواصل والخصوصية بالشكل المطلوب، فكل تطبيق بيعمل اللي على مزاجه، كل تطبيق شايف شروط معينة بيحطها. أول ما أنت بتحط علامة الموافقة على التطبيق كده تبقى أنت يعني أتحت البرنامج الفرصة أن هو يتصرف معك كيفما شاء، ودي طبعا انتهاك صارخ للخصوصية ويتطلب تدخل منظمات دولية لوقف هذا الأمر، لأن مش كل الناس متخصصة ومش كل الناس عارفة المشاكل ديت. عشان كده احنا بنوعي الناس وبنقول للناس دايما ما تثقش في منصات التواصل إذا كانت هي حياتنا حاليا وبنقضي عليها أكثر الأوقات، لكن حافظ على الخصوصيات الخاصة بيك من خلال تطبيقات آمنة بينصح بيها الخبراء، بينصح بيها الناس المتخصصة، لأن إذا ما تمش الحصول على هذه البيانات والصور والمعلومات الخاصة بيك وبأسرتك وبيتك وأصحابك وخصوصياتك كلها من خلال الهاكر، هيتم استخدامها في الإعلانات، وده أمر مزعج جدا لأي واحد. إن أنت لما بتتكلم مع صاحبك في أي مشكلة تلاقي إعلانات طالعة على نفس المشكلة، ويوميا هكذا،
يتم استخدامنا كأداة وكزبون للإعلانات بدون أي حماية للخصية. التطبيق الثاني اللي هو التليجرام. التليجرام برضو من الحاجات اللي هي مقفولة المصدر، ودي عليها شبهات وعليها كلام كتير جدا لحد الآن. التليجرام لسه مش آمن ولسه مش معروف اتجاهاته فين. آخر شيء روسيا حاولت انها تاخد الأكسس بتاع البرنامج ده او انها تتمكن من الوصول لبيانات المستخدمين. الحاجة اللي احنا عايزين نقولها ان انتخابات امريكا اللي فاتت عام 2015 تم بيع بيانات 50 مليون شخص للحملة الانتخابية للرئيس الأسبق دونالد ترامب، وده من خلال وكالة إعلانات اسمها كامبريدج أناليتيكا. الوكالة دي اشترت بيانات المستخدمين، اتجاهاتهم، اهتماماتهم، بدأت تروج للانتخابات، وكانت سبب رئيسي في نجاح الرئيس الأسبق دونالد ترامب. لا تثق في أي تطبيق إلا إذا كان مفتوح المصدر ومعروف كوده ولا يحتفظ ببيانات المستخدمين. لذلك أفضل برنامج ينصح باستخدامه خلال الفترة دي هو برنامج سيجنال. وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية أصدرت قرار بمبادرة خاصة بتحسين العلاقات العمالية، وذلك بين صاحب العمل والعامل. والمبادرة دي بتنظم بشكل كبير جدا طبيعة العلاقة العمالية الخاصة بين صاحب العمل والشخص الذي يعمل في المؤسسة أو المنشأة، وسيتم تطبيق هذه المبادرة بشكل رسمي في 14 مارس القادم عن طريق عقود إلكترونية يتم توثيقها من خلال تطبيق أبشر. يقوم صاحب العمل بإرسالها إلى العامل ويتم الموافقة عليها من قبل العامل لمدة سنة قبل للتمديد، وحيكون في نموذج موحد للعقود الخاصة بالعمالة، وطبعا المدة بتاعة العقد وإمكانية التمديد والشروط الجزائية والأمور دي هيتم تحديدها من قبل صاحب العمل والموافقة عليها أو الرفض من قبل العامل. والمبادرة دي هتشمل جميع العاملين بالمملكة العربية السعودية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. ولمزيد من المعلومات ننتقل إلى هذا التقرير. مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية. تهدف المبادرة إلى الارتقاء بالعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من أجل تعزيز المصلحة المشتركة للطرفين، استناداً إلى عقد عمل موثق ومتوافق مع قانون العمل السعودي، مما يؤدي إلى دعم جاذبية وتنافسية سوق العمل ويتناسب مع المكانة الفريدة للمملكة عالمياً. تقدم المبادرة العديد من الخدمات التي تسهم في الارتقاء بعلاقة العمل التعاقدية. أولاً، دعم حرية التنقل الوظيفي. ثانياً، تسهيل إجراءات خدمات الخروج والعودة. ثالثاً، تسهيل إجراءات خدمات الخروج النهائي. تنعكس فوائد المبادرة على: أولاً، دعم الاقتصاد عن طريق خلق سوق عمل أكثر مرونة ومهنية يستقطب الوافدين ذوي المهارة العالية، قطاع خاص أعلى إنتاجية وأرقى أداءً، وبيئة عمل استثمار أكثر جاذبية. ثانياً، المجتمع من خلال تنمية فرص التوطين وتعزيز التشاركية الوطنية. ثالثاً، مكانة المملكة عبر دعم صورة المملكة كقائدة لمجموعة الدول الـ20 وتعزيز الدور الريادي للمملكة في مجال حقوق الإنسان، تسليط الضوء على جهود المملكة والتأكيد على دورها الفعال في منظمة العمل الدولية. مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية هي الطريق الأمثل نحو أرقى عمل وتعامل بين أطراف العلاقة التعاقدية. أرقى عمل وتعامل.